بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي وزميلي أستاذ ميمون بريسور، رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة الناظور بالناظور، سيد رئيس المجلس العلمي البركان، سيد رئيس معهد أو مؤسسات البحوث والدراسات الإنسانية، سادة العلماء، سادة الحضور ذكورا وإناثا، حينما دعيت إلى مشاركتي في هذا اللقاء أجبت ولم يكن لي أبدا أن أتردد أو أتلكأ أو أتراجع، لأنني تلقيت دعوة خاصة من الطلبة، وهؤلاء الطلبة هم نتاج غرس وحصيلة عمل وخلاصة جهد، حينما يستدعون فمعنى ذلك أنهم يحسون، أنهم يتعاطفون، أنهم يشتركون، ولذلك فهم لم يكتفوا بأن حصلوا الشهادات كما فعل طلبة آخرون، بل يريدون أن يتواصلوا مع هذا المشروع، بل إنهم يتساءلون ما يمكنهم أن يقدموه لهذا المشروع حتى يثمر، حتى يبلغ مداه. فمن هذا بهذا السبب ما كان لي إلا أن أجيب وأحضر، لأن السؤال في حد ذاتها والدعوة في حد ذاتها لها رمزيتها ولها معناها. هناك دعوات يمكن أن يتأخر على الإنسان الدعوات العادية، ولكن هذه دعوة للاشتراك في العمل في مشروع وفي رؤية، فلذلك أجبت. ثم إنني بعد هذا الذي قيل والذي سمعتموه أجد أننا جميعا مطوقون بأن نحمد الله تعالى وأن نشكره كثيرا كثيرا على وجود هذه المثابة العلمية التي أعطت لهذه المدينة ولهذه الجهة عنوانا جديدا. هذه مدينة صامتة، هادئة، متواضعة، معطاء. ذكرت لإخواني وزملائي شيئا من هذا ونحن في الطريق، قلت إن بعض المدن متبجحة تتكلم كثيرا وبعض المدن تشتغل كثيرا، هذه المدينة لم تتكلم كثيرا ولكنها أعطت كثيرا. في زمن ما كانت الناظور هي ملاذ الحركة الوطنية، كل من طورد في المغرب من رجال المقاومة والتحرير كان يجد مأواه في الناظور، ولذلك كان على ألسنة جميع الناس في كل المدن إنهم سوف يذهبون إلى المنطقة، كانوا يسمونها المنطقة، المنطقة هي الناظور أي علم. وكانت الحركة، حركة التحرر الجزائرية، تجد مكانها في الناظور، والسلاح الذي وصل الجزائريين وصلهم عن طريق الناظور، وساكنة هذه الجهة هي التي أبلغت هؤلاء، وكانوا كثير منهم يعرفوا، ورجال المقاومة الجزائريون الأوائل قضوا جزءا من زمنهم في هذا المكان لأنهم كانوا يجدون فيه الدعم والترحيب والمساعدة. ثم هذه المدينة كانت تعطي وتنسحب، كانت تعطي وتنسحب، كانت تعطي من أبنائها، من رجالها علماء كثيرين، ولكن هؤلاء العلماء كانوا ينتقلون إلى مدن أخرى ليصيروا قضاة وشيوخا وعلماء مدرسين. في مدينة وجدة وهي الأقرب أعرف أن كثيراً من علمائنا، من شيوخنا، من أساتذتنا هم من الناظور، وكان كثير منهم يحرص على تلقيننا اللغة العربية بقواعدها. وأذكر أن بعضهم كان صارماً ونحن في ابتدائي في محاسبتنا على الكلمة، وكان يوم الخميس وهو يوم الشكل يوماً معروفاً لدينا يجب أن لا نخطئ في اللغة.
كثير من علمائنا في الثانوي كانوا من هذه الجهة وأدوا مهمتهم ولم يتكلموا كثيرا. كان هذا لم يكن هذا استنزافا، ولكن كان هذا عملا تؤديه هذه الجهة. ثم حينما ينشأ ولله الحمد مركز مثل هذا، أنا أعتبره من أهم المراكز، من أهم المراكز التي تحافظ على شخصية الجهة والمدينة والمغرب، وتحافظ على عقل المغرب وأخلاق المغرب. هذا المركز هو ليس مركزا إداريا، ومركز لتكوين الناس المفكرين لرجال الغد ولنساء الغد. فلذلك ده شيء يجب احتضانه والحفاظ عليه وتنميته ودعمه ومساعدته والمضي به إلى آفاق أعلى. نحن لن نمل إن شاء الله مع إخواننا في مجلس العلم الناظور ولدريوش وجدة وبركان أن نتحدث يوما ما، سنتحدث إن شاء الله قريبا عن كلية للعلوم الشرعية في الناظور، ويجب أن نقول هذا ونأمل هذا، لأن هذا هو الذي يعطي للحياة دفقها وحتى لا تتوقف هذه الحركة. نحن الآن نعلق الآمال الكبار على مثل هذا. لماذا؟ لأننا نعتقد أن أفضل طريقة لدعوة الناس إلى الله هي طريقة التبليغ عن طريق العلم. المحافظة على العلم وترسيخ العلم الشرعي هو فقط الدعوة الصحيحة. كثير من التجارب جربت، بعضها أفلست، توقفت، وقعت لها اختلالات، تراجعت، وقعت في أخطاء. سبب ذلك هو أن الناس كانوا يذهبون جماعيا في ميدان الدعوة، ليس لهم قيادة علمية، ليس لهم من يقودهم ومن يبصرهم، فكانوا في بعض المرات إذا سقطوا سقطوا جميعا، إذا ساروا ساروا جميعا، وإذا سقطوا سقطوا جميعا. إذن هكذا. فأقول إن الموضوع الذي دعيت للحديث عنه يتعلق بالفتوى، وأنا لن أعطي محاضرة بالمعنى الأكاديمي فيها، سأتحدث فقط عن هوامش وعن تنبيهات وأن أشياء أظن أنها أكثر إفادة مما لو تحدثت عن شروط وكذا ومواصفات من هذا القبيل. سأتحدث عن الفتوى من حيثه وبارتباطها مع عصرنا. إذن الفتوى ليس عملا اخترعته الأمة، أي ليس منهجا اخترعته الأمة أو اجتهدت فيه، لا. الفتوى هي عمل شرعي مؤصل بالدليل الشرعي، ذلك بأن المسلم حينما يكون من قصده أن يسير على منهج الله هو مطالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرجوعا إليه، وكان يستفتى، وكان يجيب، ويسألونك ويسألونك ويستفتونك. فالاستفتاء كان ظاهرة موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يذهبون إليه وكان يجيبهم في هذا المجال وفي مجالات أخرى. وتعرفون أن العلماء السابقين كتبوا في أشياء من هذه الأشياء، كتبوا في فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استفتي فيه فأجاب فيه، وكتب ابن الطلاء في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب متخصصة جدا، لا يمكننا نحن الآن طلاب العلم أن نتجاوزها أبدا، يجب أن تكون هذه الكتب أمامنا. فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاوى إمام المتقين كما هي معروفة ومكتوبة وهي موجودة في كتب معينة، وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كتب لا يعرفها الناس، وبالتالي يمكنهم أن يفتوا بشيء أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفوه. هذه إذن فمن حيث المبدأ كان النبي صلى الله عليه وسلم مستفتا،
والفتوى كانت جزءا من وظائفه بالإضافة إلى التبليغ، كان يطرح عليه السؤال وأنتم تعرفون كم أجاب في نوازل الحج. يأتي هذا فيقول فعل ولا حرج، ويأتي هذا فيقول فعل ولا حرج، بمعنى أن هذا شيء لا يمكن إنكاره. ثم إن الإسلام لما كان ممتدا ومسترسلا وباقيا في الزمن، كان الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، وهم خلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء سياسيون، وله خلفاء علميون. الخلفاء السياسيون هم الخلفاء الذين اختارتهم الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولهم أبو بكر الصديق. والآن نسمع من ينكر أن يكون هناك خلافة، وكأنها مجرد تطاول أو قفز على هذا المنصب من غير أن يكون له سند فيه. وهذا تعرفون، هذه فرية قالها أحدهم، والتاريخ يرد كل ذلك. إذن فهم خلفاء أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خليفته في النبوة طبعا، وإنما هو خليفته في رئاسة الدولة. أما النبوة فانتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يكون يسمى أبو بكر الخليفة إلا لأنه خليفة في المنصب السياسي؟ ولكن الخلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارثون الذين يرثون علم رسول الله هم العلماء، وهؤلاء يجب أن يكونوا قريبين من الأمة، حاضرين، لأن الأمة يشكل عليه الأمر فتعود إليهم، وإلا فإنها ستنطلق في عملها من غير سند شرعي. إذا لم تعود إلى العلماء دخلت في عماية وفي ضلال قطعا. فرجوع الأمة إلى علمائها دليل بقاء الخير فيها. أما من يتعالى على هذا ويرفض الرجوع إلى العلماء، أو يوصي أتباعه وزبناءه وتابعيه وحواريه بأن لا يعودوا إلى العلماء، فلأنه يريد أن يسيرهم مسارا آخر. هناك من يسير الناس يقول إياكم العلماء، هذا ليس قولا يقوله بعض التاركين للدين فقط، لا، بعض المتدينين تدينا أعوج. هؤلاء يخافون أن يفضحهم العلم، فلذلك يحيدون هؤلاء عن العلماء ويوصونهم قائلين إن العلماء ليس لهم إشراق وليس لهم نورانية ولا يعرفون ولا ولا ولا، وهو إنما هي محاولة للاستفراد بالناس ليس إلا. إذن فهذا الذي وقع. من هنا تأصل عند المسلمين عموما أن هذا العالم الحقيقي، العالم مش اللي يقفز على المنصب، هذا العالم الحقيقي المتأهل بكل الشروط العلمية والأخلاقية هو موقع عن الله. كلمة موقع عن الله قالها الإمام الشاطبي، الآن كتب فيها الكثير كيف يكون هذا العالم موقعا عن الله وليس موقعا عن الله. هذا منصب يجتذبه بعض الناس ويسحبه بعض الباحثين، الآن يريد إنكار هذه أن يكون العالم موقعا عن الله. لماذا؟ لتستوي الأقوال، ليقول العالم وليقول من ليس عالما وليقول السياسي وليقول صاحب الحرفة، كل يقول ويكونون على حد سواء، لا فضيلة لأحد على آخر، وهذا خطر كبير. إذن ميزة هؤلاء العلماء أنهم واقعون عن الله، ويجب أن يتحدثوا عن هذا المنصب الشرعي وأن لا يضيعوه، وأن لا ينخدعوا بمن يريد أن يسحبه منهم. بعد هذا الذي ذكرت لكم في الاستهلال، رأينا يوما ما حركة مناوئة للفتوى عموما، رافضة للفتوى عموما، شارك فيها أناس بقصد سيء، وشارك فيها أناس بسذاجة. كنا في يوم ما في المغرب على الأقل نستمتع بركن كان يسمى ركن المفتي في التلفزيون المغربي. هذا الركن كان من أحسن ما يوجد في العطاء المغربي، والذين كانوا يؤدون فيه الرسالة ومعظم قد صار إلى الله هم كبار العلماء في المغرب. كبار العلماء، الحسن الصديق رحمه الله،
سي الغازي الحسيني رحمه الله، سي محمد تاويل رحمه الله، سي صقلي أيضا، هؤلاء كبار علمائنا. كان الناس يتندرون بذلك. بعض المتدينين، لا أتحدث عن من ليس متدين، ولكن هناك من يتدين بغباء، تدينه نابة على غباء، أصبحوا يسخرون في بعض الأعمال الروائية من المفتي. في بعض الجلسات يريدون أن يسخروا من ركن المفتي. ركن المفتي هذا متدينون، كانوا يشتركون مع مشروع غيرهم من غير أن يعلموا، لأن آخرين كانوا يرفضون أن يكون هناك ركن مفتي أصلاً، سواء أجاب في قضايا الصلاة والصيام أو في قضايا المعاملات، هم لا يريدونها أصلاً. لماذا؟ لأن القضية لا تبدأ من هنا، تبدأ من قضية أخرى أعم، وهي أن هنالك مشروعاً لفصل الدين عن الحياة أصلاً. الناس يتحدثون عن كما كان يسميها بعض العلماء، المسيري رحمه الله كان يتحدث عن العلمانية الشاملة، ونحن احنا ما زال نتكلم عن العلمانية الجزئية. العلمانية الجزئية هي محاولة فصل الدولة الدين عن الدولة، هذه هي المرحلة الابتدائية. احنا ما تكلمناش على هذا الشيء. العلمانية ذهبت أشواطاً فهي تريد فصل الدين عن الحياة. لا الدين يؤسس الحياة ولا الأخلاق ولا السياسة ولا المفاهيم ولا القيم، كل شيء يمكن أن يكون منفصلاً عن الدين، وهذه خطير. إذا الذين كانوا يحملون مشروع العلمانية الشاملة كان يغيظهم جداً أن يسمعوا ركن المفتي. لماذا؟ هؤلاء إذا شئتم لهم موقف عجيب من الثقافة الإسلامية. هؤلاء إذا تحدثنا عن الفقه الماضي، شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي، يتحدثون فيه ولا بأس، يتحدثون عن المدارس، قد يؤلفون فيه، قد يكتبون في المدارس الفقهية، لا بأس بذلك، لكنهم يرفضون رفضاً باتاً أن يكون هناك إفتاء. لماذا؟ لأن الذي يذكرونه في الفقه هو شيء في ذمة التاريخ، أبواب كثيرة وواسعة وعريضة. وأقول لكم أيها الإخوة، نحن المتدينون يجب أن لا نقع في الخطأ. علماؤنا الذين كتبوا في الفقه، عندك تبقى تمشي تصر عليهم، إياك، انظر ما كتبوا في كل المذاهب، ستجدون العجب العجاب. ما تقرني كان يكتب هذا القرافي، فين يكتب هذا ابن رشد في البيان والتحصيل، فين كان يكتب على أمهات. لما ظهر الآن من الكتب هي أمهات ضخمة ما تركت شيئا إلا وعالجته. في الفقه السياسي ما تصوروش العلماء، الفقه السياسي لو أخذتم بعض الكتب التي شاء الله تعالى أن تظهر وكانت في الحقيقة مغطاة، ستجدون أن ما عندنا الآن شيء كثير جدا. مش يجي واحد يقول لك المسلمون ليس لهم كتب في الفقه السياسي، أبدا، لهم كتب كثيرة وعميقة ولهم فيها رؤية. نحن لكسلنا لم نكلف أنفسنا أن نقرأ، وربما تكلمنا قبل أن نتعلم، فأصبحنا محجورين وأصبحنا مطوقين بما سبق منا. يجب أن نقول هذا. إذن المهم، الفقه كله شيء وهم يقبلون به لا يناوئونه، ولكن هؤلاء يرفضون الإفتاء. لماذا؟ لأن الإفتاء فيه معنى مواكبة الفقه للحياة، وأن الفقه حاضر، وأنه لم يمت في القرن العاشر ولا القرن الحادي عشر، بل هو مستمر. ومن هنا كانت كتب الفتاوى والنوازل أبغض شيء إلى هؤلاء، وبرامج الإفتاء والنوازل لا يحبها هؤلاء. لماذا؟ ليس لأنها ضعيفة أو هزيلة أو كما يريدون تصويرها، بل لأن لها غرضاً معيناً هو توجيه الحياة والتساوق معها والذهاب معها في كل نوازلها. ولذلك فالنوازل لا تترك أحداً يند عن منهج الإسلام. في الحوادث التي تقع الآن في العصر يتصدى لها العلماء
ويجيبون. هناك بحث الآن حول الحياة، مفهوم الحياة ونفع ومعنى الحياة، وهل نعتبر سكوت أو موت متى نعتبر الموت موتا؟ هل هو بسكوت بموت الدماغ أو هل نفعل كذا؟ في ماذا نفعل في قضية الإنعاش أو وسائل الإنعاش إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة. الآن تعرفون أن المجامع العلمية ما تركت شيء الآن إلا ودرسته، وهي موجودة الآن في كتب المجامع الفقهية. مع الأسف الشديد الناس لا يقرؤون ولا يتابعون في مفهوم الموت. ما كتبه بعض المجامع الفقهية في مفهوم الموت في الشريعة الإسلامية شيء كثير جدا، ما نتصور بأن في الإسلام كل ذلك البحث العميق. إذن هذا هو الذي ذكرته لكم، أن هنالك نفورا عند بعض الناس من الفتوى، وأن هذه المؤسسات الصاعدة الآن مؤسسات التعليم الشرعي ومنها هذا المعهد مع الإمام مالك وغيره من الماء، يجب أن تؤهل الناس إلى الإفتاء اليومي، أي أن تعطيهم المادة العلمية ليمارسوها، أن يقرأوا ما كتب وهو كثير. في موقع من المواقع سمعت عنه لم أعد إليه من بعد، إسلام توداي، إسلام اليوم، كان فيه 350 ألف فتوى، 350 ألف فتوى، بمعنى هذا شيء ضخم. نحن لا يمكن أن نقول الآن في بالإفتاء ونحن نجهل كل الأشياء، يجب أن نجمع. وأنا أقترح أن يكون لنا اهتمام بتكوين مكتبة الفتوى من القديم إلى الحديث، وسترون ماذا سوف نحصل. ما نتكلم من معيار ولا معيار جديد، ولا نتكلم على فتاوى ونوازل سوس ونوازل الشمال، ستريدون تعرفون من هو ما هو المغرب ومن كان في المغرب. مش المغرب الفضاء الخاوي اللي كان غيجي شي واحد يبقى يجبر الدنيا خاوية ويولي يتكلم ويولي 15 يوم يولي عالم، لا، كانت هناك أشياء مدروسة ودراسة علمية موثقة، وكان الذين تحدثوا طبعا في المستوى. إذا فنحن يجب أن نعود هؤلاء على هذا الأمر، لأنه هو دليل أو هو الذي يضمن استمرار الفقه الإسلامي مع الحياة، وأن يعطي الإنسان كلمته. أخذ الناس الآخرون بها أو لم يأخذوا بها، أعجبتهم أو لم تعجبهم، ماشي. لكن إحنا الآن نقع الآن في أشياء، والذين يجلسون الآن على الكراسي في بعض الفضائيات ويقولون كلاما غير سليم غير صحيح، هؤلاء يورطون الأمة، هؤلاء يورطون الأمة، يقولون كلاما لا سند له، إنما تستخفهم هذه المشاعر والرغبة في البروز وفي الظهور، ويقولون أشياء غريبة جدا. ونحن دائما يجب أن نحتاط في الأمر ونستحضر الحاضرة والأبعاد المؤملة. يأتيني دائما أو كل في هذه المناسبة يقول لي بعض الإخوة، نحن أسرة موجودة مسلمة موجودة في أوروبا، ويشق علينا أن نضحي لأن هنالك ربما بعض المشاكل وكذا، ولكن نحن نريد أن نبعث بثمن الأضحية إلى أسرة في المغرب، ها؟ فماذا تقول؟ هناك أسرة فقيرة نبعث إليها بثمن أضحية، نعينها لتضحية، ونحن نستريح من ذلك التعب والعناء، ويكون لنا أجر. فأقول لهم ليس لكم أجر في هذا، ما عندكش أجر في هذا. لماذا؟ لأن هنالك سنة تريد أن تفصل عنها أبنائك. الإسلام من لم ينظر إلى اللحم وإلى الدم وإلى الشحم وإلى الأكل، لا، إلى أن هذه السنة يجب أن تكون جزء من وعي الإنسان المسلم. سيكبر ولدك ولا يعرف معنى سنة إبراهيم عليه السلام. ومن الأمر نفسه أقوله للذين يفعلون شيئا فيه غباء، أيضا غباء، هم الذين يذهبون إلى الفنادق يفرون. بعض الناس كثرت أموالهم فيفرون إلى الفنادق ويعجزون من الآن في الفنادق الكبرى في بعض المدن السياحية، ويقول سنذهب هناك ونقضي العيد هناك. إيوة، وفر صلاة العيد، وفر زيارة الأهل، وفر كذا. العيد أنتم اختصرتم في شيء من اللحم يقدم إليكم في فندق، أنتم لستم من سكان الفندق، أنتم سكان مدنكم، ويريد الناس أن يروكم في هذا اليوم البهيج ليشاطروكم وتشاطرهم الفرحة.
أما أن تستعلوا على الناس فهذا في الحقيقة طغيان، طغيان هذا. وجدوا مالا كثيرا فلم يعرفوا ما يفعلون به، والآن تعرفون أن جيوش جرارة تفعل هذا. لماذا؟ لأن الفتوى غير حاضرة، لأن الذين يفتون لا يفتون في هذا لأنهم لا يستحضرون مآلات هذه الأفعال. فلما قرر الشرع أن هذا يجب أن يكون، يجب أن يكون. الشرع لم يكن عابثا حينما تحدث عن الأضحية وكيف وشروطها وكيف نعصف بكل ذلك بسبب واهن أن هنالك مشقة، والمشقة لها مقابلها وهو الأجر. ثم إذا كنت أنت تفعل هذا، ما للآخرين، ما بال الآخرين يفعلون ذلك ولا يشتكون؟ وأنتم ذهبتم إلى أرض تعرفون أنكم فيها غرباء ولكم أجر بسبب تلك الغربة، ولكن أن تحافظوا على دينكم هو الأصل. أنا لا يعجبني أن تقول بأن سأبعث إلى فلان أضحية، بعث إلى أبنائك هذه الرسالة قبل أن تبعثها للآخرين، وإذا شئت أن تبعث إليهم أضحية فذلك أمر زائد. إذن هذا أقوله بمناسبة بياني أن الفتوى هي صلة بين الشرع والمجتمع، أن الفتوى يحارب البعض وجودها لأنها تعني استمرار الإسلام، وهم يريدون أن يبقى الإسلام جزءا من التاريخ والماضي، لا يريدون أن تكون عندنا كتب فتوى تعالج اللحظات لأنها ستحل إشكالات بناء على المنهج الإسلامي. وهكذا هذا الذي ذكرته هو في الحقيقة يكفي لأحدد أي لو سكتت الآن كان هذا كافيا، لو سكتت الآن ولن أسكت غادي نستمر، ولكن لو سكتت كان هذا كافيا لأنني بينت لكم ما يجب فعله. هذا يكفي، محاضرة ماشي غادي نتكلموا فيها كل شيء. إنما أريد أن أقول لكم إن هؤلاء العلماء الذين عمروا هذه البسيطة وعاشوا وصانوا هذا الدين كانوا يدركون هذه الأشياء، وكانوا يعرفون أن الفتوى تتبع النوازل، وكانت هناك نوازل في حالات خاصة، نوازل في حالة المجاعة، في حالة وجود الخوف، في اضطراب الأمن، كان دائما الفقهاء يفتون كل لحظة، كانوا يجدون لها حلولها الشرعية. كان الناس في زمن من الأزمنة، أزمنة التسيب، لم تكن الدولة قوية، كانت القبائل يغير بعضها على بعض، قبائل المسلمين في البلد، فيغير بعضهم على بعض ويستاقون النساء، يسبون النساء من غير جهاد، وكل من أخذ امرأة وأعجبته يقول بأنه أعجبته وسيتزوج بها. أفتى الفقهاء بأن هذا الزواج لا يجوز، وأن هذه المرأة التي تسبى هي محرمة على هذا الرجل على سبيل التأبيد. في النصوص الشرعية ليست هذه من المحرمات، المحرمات مذكورات في القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. من أين جاء؟ قالوا هذه تحرم على الرجل اعتبارا للمآل، لأننا إذا حرمنا هذه المرأة على هذا الرجل الذي يختطفها لهذه السبب، فلأي شيء سوف يقوم بالاختطاف إذا كان لن يتزوجها؟ إذن فنحن قطعنا الطريق على سبيل النساء، أي اغتصاب النساء، سرقة النساء، ممارسة العنف للنساء، مما يقوله الناس الآن هو موجود في الشريعة في طريق هذه الفتوى التي قطعت. وترون جرأة الفقهاء، لو جاء فقيه آخر لقال إنكم زدتم في الدين شيئاً، فيقولون باعتبار المآلات هذا من مقاصد الإسلام حماية الناس وحماية النساء. هذه شجاعة في وما يستهدي هذا المثال الصغير الذي ذكرته، ولكن دائماً كان هناك فقهاء وكان هناك فقه ذكي جداً، ذكي جداً. في أحد الكتب، كتب القضاء، قرأت منذ مدة أن شخصا يسأل، العلماء يكتب أن رجلا يأتيه أناس يقولون، أن قاضي يأتيه أناس أو حاكم يأتيه أناس يقولون إن فلانا له خمر في بيته، يجمع الخمر في بيته، فماذا يفعل الحاكم؟ قال إذا كان هذا الإنسان من الأشخاص الذي يأتي من العاديين وكذا،
فلا يستجيب له الحاكم اصلا، ما يمشيلوش. لماذا؟ لانه اذا ذهب اليه فقد انتهك حرمه ذلك وعرضه للتهمه. هذا كان في بيتي، يمكن ان يكون الخمر موجود يمكن ما تخرج، ولكن انت المهم مشيت عنده وديت له الشرطه وديت له، انا محظور قد وقع، درت لهم كذا وحصرتهم. ماشي كل الناس غادي يستطيعوا يبرؤوه فيما بعد، فهمتوا؟ لاحظ. قال: فإن كان الذين يشهدون عليه بأن له خمرا، بأن له في البيت خمرا، ممن لا يتهمون وكذا وفوق الشبهة، فإنه يذهب إلى البيت ويبحث فيه ويفتش فيه عن الخمر. فإن وجده فله قول، إذا وجد الخمر فإنه يؤدبه ويقول له لا تفعل هذا وكذا وينهى، ثم بعد ذلك يعاقب الذين شهدوا على ذلك، يعاقبهم ويجلدهم. شتشنا الذين ذهبوا ومشاو يخبروا حتى ما يدوا حقهم. لماذا؟ لأنهم لم يكلفوا شرعا بأن يبحثوا عن بيوت الناس وأن ينقبوا عنها، لأن هذه العادة حينما ستكبر ستكبر تكثر الوشايات في الناس. هذا ليس له شيء في الظاهر، أن تنقب عنه بمعنى عندك نية سيئة أن تتعقبه أن تسأل عنه، فإذا حتى إذا لو وجدت هذا الخمر هذه الخمر فأنت ينالك حظك من العقوبة بسبب سوء سلوكك وفضولك. هذا بالنسبة للآن أي فقيه تقول له ما يقولش هكا، نقبضوهم ونديروا لهم كذا كذا وهذاك امشي، يقول لا هذا اساء والاخر اساء. بمعنى الفقه الاسلامي فقه فيه ذكاء كبير وفيه فيه شيء كبير. واحد من العلماء في تلك اللحظه ديال كانوا يريدون استنهاض الناس في الجزائر لمقاومه الاستعمار، احد العلماء سما بن سمايه ياتيه الناس ويسالونه، قالوا اختلفنا هل يجوز لنا للرجال طبعا ان نتخذ الذهب، نلبس الذهب خواتم وسلاسل، يجوز لنا ام لا يجوز؟ قالوا جوج، شي فقيه يقول يجوز شي يقول ما يجوز. قال لهم الفقيه هذا بن سمية وهو يهضر هضره اخرى، قالوا له احنا واش يجوز لنا باش نديروا الذهب نستعملوا الذهب؟ قال يجوز لكم، يجوز لكم. قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الذهب الا للنساء، لم يجزه للرجال. قالوا حتى تكونوا انتم رجال وحنا نقول لكم هذا الحكم، ما دام عندكم الاستعمار ديروا الذهب معكم فيه. هو مشى حجر اخرى، مشى بعد تماما. قال النبي فعلا حرم الذهب على الرجال، لكن انتم ماشي رجال لان الاستعمار قاعد عليكم وانتم باقين، غير ديروا الذهب كملوا بهذا. فكان الفقه كما قلت أو فقه النوازل أو المشاركة في هذه الأشياء كان حاضرا دائما. بقي أن أقول إن العلماء السابقين جزاهم الله خيرا أفتوا في أشياء تعرفونها عادية، وفي أشياء هذه مسؤولية أخرى غادي نقولها لكم إن شاء الله، حرص الآخرون على إخفائها تماما. هناك فتاوى لا تجدها الآن، ما يمكنك تجبرها بسهولة، وإذا وجدت إذا بحثت عنها ستجدها طبعا، ولكنها فتاوى يقصد الناس إلى تغييبها. أنا أذكر لكم الآن زوج حالات باش نختم. الحالة الأولى حالة هذا الكتاب الذي يسمى الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، إسلام أصول الحكم، وهو كتاب تعرفون أنه قيل في زمن معين وظهر في 1925 أي بعد سقوط الخلافة وكبة تقريبا، وكتب هذا الكتاب. وأظن والله أعلم أن أكثر من يتكلم عنه لا محبا له ولا راغبا عنه لا يعرفه، كثير من الناس ما يقرأوش. هؤلاء يريدون أن يقول إن الإسلام ليس له صلة بالدولة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رئيس دولة، وإنه لم ينظم أي شيء من نظم الدولة إلى غير ذلك من الأشياء التي قالها، واستند إلى مصادر قليلة جدا، وقال كلاما
قال كلاما من قبيل، أي من، لا أريد أن أتحدث عن استنتاجاتي، أريد أن أتحدث عن المستندات العلمية التي أراد أن يقول. كثير من المستندات للصحيحة خاطئة، ولكن الناس كانوا، بعضهم كان ينتظر هذا أو هو كان يستدعي هذا، والبعض كان غائبا فلذلك ذهب. هذا الكتاب منذ 1925 إلى الآن لا يوجد كتاب طبع أكثر منه، كأنه هو الحقيقة المطلقة في الكون. إلى الآن يوجد في بعض المدن في الشوارع يباع بعشرة ديال الدرهم، وبغيت أعطيه لك بطل أعطيه لك. الكتاب الذي وزع على نطاق واسع هو الكتاب إسلام وأصول الحكم، معنا فرصة أخرى إن شاء الله نتكلم عليه، فرصة أخرى إن شاء الله ندير إن شاء الله لقاء ونتكلم عليه على المضمون. إن نتكلم لكم أنتم رجال العلم، نساء العلم ديال المستقبل، ما تخلوش بالإشاعات، وقفوا على الأشياء بيدكم، واللي يتكلم معكم قد تستطيعوا تجاوبوه في الهادي بالأشياء. هذا الكتاب بمجرد أن صدر في 25 كان كبار علماء المسلمين هم الذين ردوا عليه، وأول هؤلاء الشيخ محمد بخيت المطيعي، ذكروا هذا الاسم، الشيخ محمد، هذا احنا نتكلم عرفته، هذا السلف ديالنا، هذا الأصول ديالنا، احنا ما احناش عارفينه. الشيخ محمد بخيت المطيعي له كتاب أرض علمي في أكثر من 420 صفحة في حقيقة الإسلام وأصول الحكم، وهو كتاب علماء. هذا الكتاب حقيقة الإسلام وخصكم ترجعوا له، لأن الحمد لله راه أنتم ما بقاش عندكم عذر الآن في المواقع، راكم تجبروا هذا الشيء الكتاب اللي نقول لكم، لذلك خصكم تسجلوا كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي ورجعوا له وخرجوه، سيكون جزء من المكتبة ديالكم. هذا جهد كبير جدا قام به. أيضا ممن كتب في ضد هذا الكتاب أو فنده وحلله في تحليل العلماء الشيخ محمد الخاضر حسين، والشيخ محمد الخاضر حسين هو عالم تونسي له أصول جزائرية وله أصول مغربية أيضا، وعاش في تونس في زمن الاستعمار وكانت له مواقف، وحكم عليه بالإعدام وخرج من مصر وذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى بعد ذلك إلى مصر وصار شيخ الأزهر، طبعا أخذ الجنسية المصرية وصار هو شيخ الأزهر فيما بعد. خصكم تعرفوا الشيخ محمد الخاضر حسين فيما كتب، هذه علماء كبار نسيناهم وطينا عليهم فتنا، بقينا نتكلموا على ناس صغار جدا. هاد الناس اللي يتكلموا الآن ماشي قد هادو، هذا كتب في اللغة، ودخل المشيخة الأزهر بكتاب قياس في اللغة، وله كتب في الأدب وكتب كبير كثير، ولكنه رجل فكر عظيم. تعرفوها هم أنتم ولا ما تعرفوش؟ أنتم اللي في الدراسات ديال الأشرقي ما عرفتوش، ودي يعرفوا أصحاب سميتو الفلسفة ولا أصحاب الكيمياء والفيزياء، إلا إحنا ما غاب عنا. هادو كل هادو علماء كبار. كذلك وجد علماء، أو إلى جانب هؤلاء كان هناك علماء آخرون تقريبا حوالي 10 ولا من المصادر الكبيرة التي ردت على كتاب محمد، على كتاب الإسلام وأصول الحكم. رشيد رضا كان له مقالات في المنار، وكان فيها عنيفا شديدا على هذا الرجل، ولو جمعنا كل تلك الدراسات أو كل تلك الفتاوى لوجدنا أن هنالك حركة علمية قوية كانت هناك. أين هي؟ الله أعلم بذلك. ليبقى الكتاب وحده، هذا الكتاب لا يمكن أن يثبت مع وجود هذه الكتب، لا يمكن أن يستمر، فلذلك غيبت هذه. هذه نوازل عصرية، نوازل فكرية وثقافية أضاعتها الأمة من أجل أن يسلم لآخرين مشروع
ينادون به. والكتابات الكثيرة منها هذا الكتاب الذي أذكره لكم، وهو الخلافة، وكتاب عن الخلافة للدكتور محمد ضياء الدين الرئيس. يا كسر ضياء الدين الرئيس، هذا كتاب من أهم الكتب التي كتبت عن هذا الكتاب، واستطاع أن يذكر أشياء مهمة. وهذا رجل باحث متخصص، ضياء الدين الرئيس، سجلوه وبحثوا عليه، راه عندكم ديك الكمبيوتر. الا ما فاتكمش الكمبيوتر غير ميو، الا ما خرج لكم هذا الشيء غير ميو، ما عندكم ما ديروا به، ستجدون اشياء كثيره جدا مع الاسف الشديد نحن لا نذكرها. ثم احنا كاننا انطلع علينا هذا المشروع، غيبوا وغيبنا معه. هذه واحده. بعد هذا اقول بسبب غياب هذه الفتوى التي تواكب النوازل تجرع البعض. وآخر فتوى تسمعونها أذكر لكم عنها كلمات، وهي فتوى التي يقول بها رئيس تونسي عن إمكانية أو عن السير والاتجاه نحو تسوية المرأة بالرجل في الإرث. سمعتم بهذا؟ هذا كلام الآن يقال. هذا الكلام يذكر الآن في 2017، وهو ليس جديدا. هذا كلام قيل وكتب ونشر سنة 1930. كتب هذا ونشر، امرأتنا بين الشريعة والمجتمع. هذا الكتاب الذي صرح فيه صاحبه وكان يريد أن يتمرد على كثير من الأخلاق وكثير من الأحكام الشرعية، قال فيه بهذه المقولات، وقال بالأدلة التي يقول بها الآن بأن المرأة تغيرت أحوالها وأصبحت تنفق وأصبح من حقها أن تسوى بالرجل في الإرث هكذا. لكن هذه الدعوة سكتت من 1930 إلى الآن 2017، علما بأن تونس قالت أشياء في قضايا أخرى، أي غيرت أشياء في فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، في التعدد، في أشياء قالت فيها. لماذا لم تقل؟ هذه كانت هي القضية التي كانت ظاهرة، هذه القضية التي كانت ظاهرة في ذلك الإبان. في 1930 إلى 2017، بزاف، وهي ساكتة هذه القضية، ناسة، فقط. لماذا؟ لعل فيما أظن أن هنالك أناساً طبعاً هم يحملون هذه القوة الكامنة اللي يعبروها بعض المرات بالدولة العميقة والقوة الناعمة إن شئنا نسميها، كانت موجودة، ولكن كانت تجد أن أفضل مناسبة لإطلاق هذه الدعوة الآن أن يوجد رئيس في سن متقدم، مثلا في عمر متقدم، ويمكن استهواؤه وفرض الأفكار عليه، لأن المستوى الذي يكون عليه إنسان من الناحية القدرة على الحوار والمناقشة تتعلق أيضا بقوته الجسمية والعقلية وما إلى ذلك. هذا السبب. وإلا قلت ثلاثين تسكت حتى اليوم عدد جبت الناتج، والذي كان قبلك قال أشياء لم يقل هذا، فما الجديد الذي جد في عن المرأة الآن؟ الدليل الذي قلتموه الآن قيل في 1930. صاحب هذه القولة هو طاهر حداد.
طاهر الحداد، الطاهر الحداد الذي قال هذه الكلمة في 1930 وهو توفي في 1935، قام ضده العلماء كلهم وأفتوا فيه، وكانت هناك فتاوى من جملة من أفتى فيه الطاهر بن عاشور. والطاهر بن عاشور هو أولا ممن كتب عن إسلام أصول الحكم، له كتاب مركز جدا، والطاهر بن عاشور يقام له ويقعد، وهو أيضا في لجنة كانوا من الذين قالوا بأن هذا القول خارج عن دائرة التدين، وهذا الشخص رفض ولفظ وانتهى نهاية على الهامش في 1935. 1950 كان كل شيء. إذن لماذا سكت عن ذلك؟ لأن العالم الإسلامي كان يرفض هذا الكلام، لأن العلماء كانوا حاضرين، لأن العلماء لم يقبلوا بهذا، وهؤلاء الآن يرسلون بالون اختيار فقط، اختبار، أي المرأة تعرفون الآن العالم الإسلامي، العالم الإسلامي الآن بوضعه، العالم الإسلامي يشترك في عملية واحدة هي الانسجام والتهدئة والتوافق. ليس من مصلحتنا الآن إثارة أي شيء من هذا القبيل، يجب أن نتفق جميعا على أننا نناهض العنف الإرهاب، ولكن لا نمارس عنفا ضد آخرين أيضا، لأن هذا الذي يقول به رئيس هو أمر رئاسي، والرئيس ليس له مدخل في الدين، أن يقول هذا من الدين أو ليس مدخل، هذا خروج عن الاختصاص، هذا خروج عن مفهوم الدولة الحديثة. الدولة الحديثة دولة تحترم المؤسسات وتحترم القانون وتحترم التخصصات. هذا رئيس لم نعهدك من قبل مفتيا لتقول لنا إن الإرث ليس من الشريعة، وماذا نفعل بآيات سورة النساء؟ ماذا نفعل بالتحذيرات التي نسمعها في، ثم لماذا نتأول آيات هي واردة أدق التفاصيل؟ لا يوجد في القرآن آيات أدق تفصيلا من آيات الإرث، الثلث الربع الثمن بمعنى، هذا شيء ماشي الجزاف. ما قالش الله تعالى فأعطهم بعضا كذا أو أعطهم جزءا، ما قالش جزءا أو بعضا، قال الثلث الربع حينما يكون الثلث والربع والأنصبة عندنا معروفة الشريعة الإسلامية، ما يمكنش تزيد أنت فيها، انصباء ستة في العرف، فنصف ونصف ونصف ونصف، ثم أنت تعرف هذه الأشياء وتعرف أن الناس لهم جولات في هذا، وما قال أحد بهذا، وحتى حينما كان هنالك شيء مما يمكن أن نقول أن إنسانا لم ينله، كان هنالك حل وهو العول. العول هو حل لبعض الإشكالات الإرثية لأن لا يحرم أحد. إذن هؤلاء يتباكون على حظ المرأة، أن المرأة لم تنل يجب أن تسوى. أنا أقول لكم جوج كلمات. أولا المرجع في هذا يجب أن يكون هو المرأة. نطرح نقاش للمرأة، ولكن ليس نقاش سياسيين ولا نقاش مؤدلجين ولا نقاش، لا، المرأة، لأن المنجي والحكم قد ينطلقوا على المرأة ولا الرجل، وكل سولوا المرأة. بالله عليك، نحن نريد أو أن نسمع قولك، ما قولك في مساواة؟ نحن نبغيك، ولكن لا يجوز لنا أن نخدع المرأة في المساواة. غادي نعطيك المساواة، ولكن نعطيك اللائحة كاملة. غادي ناخذ المدونة، مدونة ما فيهاش مادة واحدة، فيها 400 مادة. كل مادة سوف ننقيها مما ليس مساواة. من تحت نطلعوا. من أول مادة في المساواة حتى الآخر مادة. وغادي ننقيوها. ونقول لك أيتها السيدة، إن الإسلام أولاك شيئا اسمه الصداق. بأمر إلهي، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فتأخذينه ولا يأخذه الرجل. ما قولك في هذا؟ لأجل أن تتساوي من غير أن تخالف الشرع يجب أن تعطي الصداقة أيضا، باش تكوني مزيانة. الله أعطاك الصداقة، أعطاه لك، جاء البشر يفرض عليك باش تعطي الصداقة للرجل، هو نوضي تدبر على راسك. هذه المساواة.
وما يمكنش نقولوا مساواة من المساواة ندخلوا ونخرجوا في احنا بغينا نطبقوا المساواة. لما يدخل لما يذهب الزوج، احفظوا اعقلوا على هذه الاشياء اللي نقول لكم، الى المحكمة ويعقد على زوجة، ها يعقد على زوجته يكتبوا العقد، شكون يخلصوا؟ ها الزوج، علاش يخلصوا؟ حتى يتخلص الزوج، العقد يولي نص نص من بداو من درك، لان غادي يدخل مساواة. ما عندناش هذه المسألة هذه. لما يأتي الزوج أو ينجز العقد، أي ما هو موجود في المدونة، العقد تطلبه المرأة وتأخذ الأصل، أصل العقد تأخذه المرأة مدونة. إذا طلب الزوج لا يعطى له الأصل، يعطى له نظير الأصل، ما يديش الأصل، الأصل للمرأة، هذا تنطق به. يجب أن نزولوا هذه المادة حتى هي ما فيهاش المساواة، لأن كل حاجة ما فيهاش المساواة غادي نقلعها. نقول إن هذا الزواج من تبعاته الإنفاق على المرأة، يجب على الرجل أن ينفق على المرأة إذا دعته إلى الدخول. ما تقول له الآن هي مستعدة للزواج، يجب ماشي تدخل قبل. مزيان، هذه النفقة تجب عليه، وإذا وجبت عليه بهذه الصورة فهي لا مساواة، يجب أن نلغيها. يجي واحد الإنسان يقولنا والمرأة كذلك هي أيضا تساهم، نعم يمكن تساهم يمكن لا تساهم، هذاك تطوع. نتكلموا على القانون، ما نديرش وحدة قانونية وحدة نديرها تطوعية، لا ما تضحكش علينا، نهضروا رجال. الرجل ينفق والمرأة، إذن يجب أن يثبت هذا في القانون أن عليها أن تنفق. إذا لم ينفق الزوج، لم ينفق على أسرته، هناك مادة في القانون الجنائي اسمها 480، تسمى هذه الحالة حالة إهمال أسرة، ونتيجتها أن يجرى عليه مسطرة الإكراه البدني فيذهب إلى السجن. أي واجب واحد المرأة حتى هي الآن لم تنفق إن فهي في إهمال الأسرة، إذا استمرت يجب أيضا أن ندخلها السجن لأنها لم تنفق على زوجها. هذا المنطق، إذا كنت تهضروا على المنطق. وهكذا لما نتحدث عن النفقة على الأبناء، نفقة هذا كل واحد في نقص يعرفه، من تلزمك نفقته؟ متى تلزمك نفقتك على أبنائك وعلى أبويك؟ لكن المدونة ماذا فيها؟ فيها تفصيل، أنت تنفق على أولادك المتمدرسين ليدرسوا إلى حدود 25 سنة، ما دام الولد يدرس راك ملزم بالنفقة عليه، بنتك أنت ملزم بالنفقة عليه، في حدود 25 ترتفع نفقتك على الولد الذكري، أما البنت فلا ترتفع نفقتك عليها، وتبقى أنت الأب ملزما بالنفقة عليها إلى أن تجد مصدرا للكسب أو يتزوج بها غيرها لتنتقل إلى رجل آخر. لماذا؟ حتى لا تضيع المرأة. إذن إحنا غادي نمشيو، ما اسمحوا لنا، نقولوا النساء اسمحوا لنا الله يخليكم، ما بقاش النفقة بعد 25، دخلنا المساواة. بعد 25 سير دبر على راسك. هل نأخذ فتاة في الجامعة نقول لها باك ما غاديش ينفق عليك؟ المساواة جابت هذا الشيء، ما عندي ما ندير لك، أنت بغيت. ها؟ أنت ما بغيت المساواة، إحنا غادي نمشيو معكم في الرجل إذا كان ينفق على أبنائه وعجز عن الأبناء والبنات، عنده أولاد وبنات ما عندوش ما قدرش ينفق عليهم، ينفق على البنات دون الأبناء، نقلعوها بالمساواة أيضا إن شاء الله، ينفق عليهم بجوج ولا يطلقهم بجوج، كل شيء مساواة. الرجل ينفق على أبويه أمه وأبيه، هذا الشيء كله في المدونة، الناس ما قراوش المدونة، راه يكذبوا على عباد الله، راه عمرهم ما شافوها هما، ما قراوهاش. 400 المدونة فيها المساواة، فين المساواة؟ تروح تشوف هذه المساواة. إذا كان الرجل ملزما بالنفقة على أبيه وأمه وعجز عن الإنفاق عليهما فإنه ينفق على أمه أولا. عجز ما يقدرش يخدم على باه يمشي يدبر على راسه، ولكنه لا يدع. هذه مساواة؟ هذه ماشي مساواة، هذا تمييز إيجابي لصالح المرأة. حينما يقع الطلاق فإن الطلاق بعد ذلك له تبعات، يجب على الرجل أن يعطي متعة الطلاق ولا تعطيها، هي مستفيدة من الطلاق. يجب من حق المرأة أن تأخذ الحضانة، سولوا المرأة واش تعطيكم الحضانة ولا ما تعطيكش،
كيختلف فيه. تقول له واش تعطيك الحضانه؟ نقول لك كل سيروا تلعبوا مع راسكم. الشرع عطاها اولادها تديهم لها تقول لها نديروا بالمساواه. عندها ولاد نقول نقسموا اربعه ديال الدراري دي انت جوج وهو جوج. بغينا المساواه. تقول لك انا ما نعطيش ولادي. الان كل قضايا الان هي قضايا الحضانه. ثم اذا كانت هي حاضنه فلها اجره الحضانه. هي حاضنه تاخذ الابناء ولها الحضانه اجره الحاضنه، ولاش نعطوها اجره الحضانه؟ نقسموها على جوج. ثم سكن الحاضنه سكن هي تكون ساكنه مع ولدها يخلص هو 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 ماشي هو هي تخلص الكراء هو ولو انها تكون موظفه هو يخلص الكراء. اذا كانت مرضع ترضع الولد فلها حق ولها اجره النفق اجره الرضع. لاحظوا شنو احد سلسله ديال الاشياء اللي هي للمراه. إذا تحدثنا بمنطق هذا الذي يتحدثون عنه يجب أن تعرف المرأة بأنها في الضبط من هذا الشيء. هذه وحدة. ثانيا إذا نقول لكم هاد الناس ما عارفين واش راهم يقولوا غير ما يهضروا صافي. الأمة خصها توقف ضد هذا الشيء. الأمة خصها ترفض هذا اللعب. هذا عبث ولن يتحقق في أي بلد إسلامي أبدا. ما يمكنش يتحقق لا في تونس ولا في المغرب ولا في 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 استراليا. ما يتحققش ماذا من المسلمين. لماذا؟ للسبب الاخر. المراه لا تريد على صيغه واحده. انت جمعت كل احوال الارث وقلت ان المراه دائما تريد نصف حال الرجل. مزيان. هذه الحالات التي تريد فيها المراه نصف او يضاعف للرجل فيها هي 16.33. ايوا الاخرين الحالات الاخرى شنو هي؟ المرأة إما أن تتساوى مع الرجل هذه ما فيها إشكال. المرأة إما أن تزيد على الرجل. والمرأة الحالة الرابعة المرأة ترث ويحرم الرجل. إذن إلا بغينا نديروا المساواة نقلعوا الحوال كلها غير حالة واحدة حالة المساواة. إذن المرأة التي ترث أكثر من الرجل المرأة في الحالات التي ترث المرأة فيها أكثر من الرجل خصوصا لأن وهذه الحالات شوفوا هذه غير باش نفهمكم في هذه القضية. هذه المرأة التي ترث أكثر من رجل ماشي حالة ولا وحدة جوج ما تحسبوهاش ما تقدروش تحسبوها لأن كل حالة من الحالات اللي يكون فيها المرأة موجودة وعندها إرث بالفرض وحالة أخرى فيها الرجل في مثل درجتها ولكنه عاصب دائما هذا الرجل عاصب لأن يأخذ الأحد الأدنى شحال ما زاد الورثة ما يبقى الولد. أما هي لا يتأثر في بعض المرات هي ترث الثلثين شنو باقي اكثر من ترددت التركه كلها. هذاك للاخوان اللي البنات اللي يديو الثلثين كذا لو وجد مكانهم شخص اخر وهما الابناء يرثون بالتعصيب وقد لا يفضلوا لهم شيء الثلثان. ما يمكنش غالبا ما يوصلهم والو لان ماشي ما يوصلهم والو يوصلوا عدد قليل لان عدد الورثه يقلل هما دائما في الانتظار يرثون بالانتظار. اذن هذه المرأة التي ترث أكثر من المرأة من الرجل هل تقبل أن تسويها أنت بالرجل؟ يقول لك أنا الشرع عطاني قلع لي أنت يا هذه بحال احنا ندير شي نكتة. هذا لما تكلموا تكلموا بحال نكتة لأن ما عارفينش اش يقولوا لأن ما عارفين جاوبهم واحد الكلمة قال لهم المرأة ترث نصف كذا كذا وهما ما عارفينش باللي هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة. قلع المساواة تشوف الغدر اقلع الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل. إذا توفيت امرأة عن زوج زوج وأختي شقيقة شحال عندها؟ الزوج عنده النصف والأخت الشقيقة عندها النصف صافي كملت التركة. وتركت أختا لأب هذه حظها السدس لا يمكن أن تحرم. فإذا كان نضغطوا هذه الفريضة ونضيفها ويدخل عليه العون فتصح من سبعه كانت تصح من سته تصح من سبعه ونقسموا على سبعه وتاخذ وما تحرمش. زول هذه الحاله. اذا كانت عندك هذه الحاله امراه ماتت عن زوج له النصف واخت شقيقه ولها النصف واخ لاب ماشي اخت قبيله قلنا الاب شحال يدي الاب خلي اب شحال يدي هي الاخت دات السدس دات من سبعه الاخ الاب شحال؟ عاصف ايش شحال يدي؟ يدي البكا وصافي يبكي مع راسه وصافي، ما يدي والو. منين نجيبوا له؟ ما عندوش فرض. منين لا هذيك اعطيناها لان عندها فرض شرعي السدس
وهذاك الاخ منين نجيب له؟ جبت تخرج له من عندك؟ ما عندك، تقول له ما صارت لك صافي، نص نص التركه مستغرقه وكملنا جمع حوايجك وروح الله يهنيك، اقعد معايا هما اليومين ديال العزه والله يهنيك، ما تديش. اذن هذه الحاله اذن تقبل المراه انها تسوى؟ اعطيونا اسلوب الله يخليكم انتوما كي نديروا سووا هذه الحاله. حاله ترث فيها المراه ولا يرث فيها الرجل. حالات ماشي سهله هذه، حالات كثيره. بعض المرات ترث الجدات ولا يرث الجد. حالات كثيره جدا. هذا نظام شبكة، هذه منظومة كاملة يريدون اختراقها بشيء سخرية. الذي يقول هذا لا يعرف شيئا. شنو يقولون الآن؟ المرأة يجب أن ترث مثل ما يرث الرجل، لأنها هي أيضا أسهمت. فاش أسهمت؟ فاش أسهمت؟ يقولون الله يخليكم بغينا نعرفوا فاش أسهمت. شوف، الرجل ولا المرأة يستحقان الإرث بالتولد فقط. معناه لما يخرج الجنين يخرج يولي صبي ويبدي حركة معنى الحياة يصرخ، صافي وارد. أردنا أنه مات، راه وارد. ذكر ولا أنثى؟ شحال ساهم هذا السيد باش ورث؟ شحال سهم في الثروة ديال باه اللي غادي يورث منه؟ عطاه النص فيها ولا الربع؟ أنا ما شافش كاع روحو، كاع ما عرفش روحو فوق، كان هو صفر ومشى صافي. هذا ما دار كاع في الحياة ديالو، زقع وقبض الطريق صافي. ونعطيه ونقول له هذا مساهم، فاش ساهم؟ واش راكو تعرفوا واش راكو تقولوا؟ لما زعما أننا نتصوروا باللي الإنسان راه يشتغل عاد باش يورث وراه كذا ويعاون باه، سيدي ما يعاون باه ولا مو غير كاين اللي يورث مشي واحد عمره ما شافو كاع. قالوا له جدك راه مات في أستراليا، مشى يجري يدور على جدو وورثو، عمره ما شاف لا جدو ولا كذا ودا المال. ماشي سبب هذا، ما كاينش. ما عمرنا ما قلنا بأن الإسلام يعلق الإرث على المساهمة أو عدم المساهمة، لأننا إذا قلنا هذا سنحرم المرأة. هذه ضربة ضد المرأة، لأن كثير من الأبناء قد يقولوا للبنات أنتم ما تستاهلوش لأنكم ما خدمتوش معنا. الإرث بالمساهمة، احنا كنا معبنا وكنا نفلحوا وكنا قبض التراكتور، أنت ما كنت ديري والو، أنت كنت عند رجلك وقبض التراكتور الله يهنيك. يا بغيت هكا، هذه النتيجة اللي قد توصل، أنك تحرم المرأة. ما علقش الرجل الإسلام لا المرأة ولا الرجل على ألا. فلذلك هذه مجموعة أخطاء سببها أننا لم نعلم الناس. لو كان علمنا الناس يعرفوا هذه بحال النكتة، هذا الشيء ديال الثلوج، هذا تسوية هي نكتة. نكتة ولكن بليدة، ماشي ذكية. الذين قالوا نقول أنا نعطيك هذا سيدي سوي للمرأة، أعطيني مشروع تسوية المرأة بالرجل، الله يجزيك بخير في المدونة، أنا قابل. أنا ما نقولكش أنا ماشي ضدك، سوي سويها في جميع الأحوال، قلع لها الصداق، قلع لها كذا، وقلع لها كذا، وقلع لها، ولا راك تضحك على المسلمين، ما جبرت ما تدير. هذو الذين يتكلمون يدلون على أنهم لا علم لهم ولا يحترمون أمتهم، ولم يجدوا شيئا يقولونه للأمة إلا أن يضغطوا من هذا الجانب. وثم احنا الآن نستفز جانب المرأة، أرواح المرأة، أنت الإسلام ظلمك ذلك، احنا بغينا نجيب لك الحقوق، راه ما تعطي لها والو، راك يمكن لك تقول عليها كل شيء. المادة تتكلم عليها، إذا ديت المرأة الحضانة غتكون سعيدة بك؟ ننسى شحال يدبزوا مع الزواج على الحضانة، شحال؟ لأن الحضانة هي أولاد. تدي الحضانة وتدي الدار تسكن فيها وهو يصرف عليها ويعطيها الرضاع، كلشي داكشي تنازل عليه اللي يفجي الله، لأنكم قلتوا لنا المساواة. غادي شي مرة تقبل هاتي مرة بعقلها تقول هادشي هادشي، ما كاينش اللي يقبلوه، وإنما هذا لعب بين الكبار، غير ما بيناتهم يلعبوا. وحنا اللي نقولوا هكا، حنا غير حنا متخلفين، أصحاب الجلال محافظون، متخلفون، رجعيون، حنا لا قابلين داكشي، ولكن أنتم ما عندكمش كاع العقل أصلاً. حنا متخلفون، انتم خلاص ما عندكمش. اللي يقول هادشي ما عندوش العقل، فعلا ما عندوش العقل، لان ما راهش حاسب الاشياء اللي يقولها شنو النتيجه ديالها. انت لا تحسب لكون هذا الامر اعطيني الان، انا اعطيت لك الان تحديات، ماشي انا اتحداك، اعطيني المساواه في المدونه انا قابلها في كل مواد المدونه، دير فيها المساواه انا قابلها. لا قبلت لك المراه، ما كاينش شي واحد يقبلها. هذا هدم لحقوق المراه، ظلما للمرأة أن نقول لها هذا. ثم نقول الناس قرأوا الأشياء، أنتم بحكم أنكم أنتم سياسيون ولا بغيتوا تكونوا اللي بغيتوا تكون، ولا عندكم المجلس الفلاني ولا ما قاريينش. خصكم تمشيو تقراوا، ديروا شي شوية ديال الوقت للقرية وهضروا.
ثم هدرتو قبل ما تقراو قلتو اشياء تضحك، لانكم عرفتوا لو كان نعطوها لكم والله ما تقدروا ديروها. قد يتقتلوا المراه والرجل بزوج، تفضيوا معاهم جوج. لذلك انا قلت هذا الشيء الذي ذكرته لكم ذكرته على اساس انه نازله من النوازل الجديده، وطلاب العلم الباحثون يجب ان لا يفروا من هذا. فكما كان العلماء القدماء نوازليين وكانوا يجيبون عن الاشياء حينما تقع، يجب ان نذكر بكل احترام بكل، ولكن بالتحليل العلمي. وانا نقول لك انا ما نتكلم لك شيء، انا ما ماشي شغلك فيا انا واش قديم ولا حادث، انا نتكلم لك بافكار جاوبني الافكار. انا اعطيتك فكره جاوبني فكره، خليك انا كاع داكشي اللي قلته انا نقابله، ولكن مع ذلك انت مخطئ. انا نقول لك مخطئ، ولن تستطيع ان تدافع عن فكرك الا انك بغيت تسبنا ولا شي حاجه، وهذاك احنا موالفين به. الا بغيت تسبنا ولا تشتمنا هذاك احنا قابلين مدربين على داكشي تدبغنا. كيقول شي واحد شي كذا كذا، ما احنا قابلين داكشي نعرفوا كاع، ولكن خليوا هذا الاسلام، خلي الثقافه، خليوا المعرفه، بعدوا عليها، لان هذا الموضوع ليس لكم فيه يد ولا قدرة لكم عليه. لذلك أنا أقول إننا نعود الآن من جديد إلى الفتوى، إلى فتوى النوازل، إلى الإجابة على الأسئلة، ولا نفر من شيء. هذا ديننا، نحن مطالبون بأن ندافع عنه، نحن لا نعتدي على أحد، نحن نرفض كل أنواع العنف وأنواع تطرف ابدا، ولكن لا نريد لانسان ان يفتح على الناس هذا الباب ويدخلهم في متاهات يعرف الناس انها لا تؤدي ابدا الى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.